تعالوا نشوف بقى ازاي موضوع التشانل سيتس جوه برنامج نيوك. لما ندخل كده مثلا كونسنت هنا كده ونعرضها، تعالوا نديها اي لون الاول كده عشان تبقى باينه، يكون معقول شويه. خلينا في درجات البلو، ماشي مش مشكله الدرجه دي. اوكي، ونلاحظ ونبص هنا، لا الدرجه مش لطيفه مش حلوة. ونلاحظ هنا بقى معايا في الجزء اللي خاص بالتشانلز. التشانلز عندي هنا قايل لي الار جي بي، وعاطيني الرمز للار اللي هو الريد والجرين والبلو. معنى كده ان الجزء اللي زي ما احنا قلنا قبل كده، كل بيكسل هنا بيديني مزيج ما بين التلاتة علشان يطلع اللون ده في الاخر، وكل ما بتحرك المفروض بيبتدي يديلي بيانات اللون من تحت. لاحظوا كده اللي هو الريد والجرين والبلو، وطبعا حركتي مش بتأثر في الأرقام لأنها كله سوليد لون واحد. لكن تعالوا كده مثلا، هو بيقول هنا ان الأحمر يعني درجته قليلة، خلينا في الأخضر مثلا. لو شلت الأخضر كده اللون بدأ يتغير، لأن أنا كده شلت قيم الأخضر من الألوان، وبالتالي بدأ يتأثر معايا الناتج النهائي. لو شلت الريد تأثير مش كبير، طفيف. لو شلت البلو اللي هو الأساس، بصوا اتغير ازاي. اذا التلاتة مع بعضيهم زي ما قلنا قبل كده الفيزيبل تشانلز او التشانلز المرئية قدامي. قلنا كمان ان ممكن نختار الالفا او نختار التشانل الروعة اللي بتبان في فورماتس معينة، فممكن اختارها من هنا الالفا او الار جي بي اي بحيث تبتدي تفعل الرابع. اول ما اقول له ار جي بي اي كده يبدأ يفعل الرابع اللي مش بيبقى ظاهر قدامي الا لما انا احب اظهره. طب اما احب اظهره او اروح ابص عليه هعمل ايه؟ هاجي من هنا من عند التشانلز واختار عند الالفا، هبتدي تظهر عندي. انا هنا ديت سوليد لون واحد اوبك، وبالتالي ما عنديش فيها الفا. ازاي بقى اعمل تشانلز سيت خاص بيا؟ زي ما قلنا قبل كده انا ما عنديش صورة، بس افترض مثلا ان انت عندك وعايز تقسمها والكلام ده كله. عند التشانلز بتختار التشانل الجديدة بتاعتك، فبتقول له نيو. المجموعة بتاعتك اسمها ايه؟ هسميها اي اسم وليكن مثلا هقول ماين. والمفروض بعد كده بتدي القيم بتاعتك او اسماء للتشانلز الجديدة بتاعتك. افترض مثلا ان هي الار جي بي اي، تمام، بس انت مش هتديها نفس الاسماء، هتسميها اي اسم تاني وليكن تعالوا نسميها اي بي سي. سي ومن غير الالفا، واقول له اوكي. هبص كده هلاقي بدلل لي الريد والبلو والجرين بالاي بي سي اللي انا دخلتها، وبدل لي الاسم بتاع التشانل بماين. يبقى كأن ده هو الشخص الاساسي او التشانل العنوان الكبير، ودول الفروع الاساسي الفرعيين اللي جوه الاساس. يبقى لما بختار اي واحد تاني هختار ار جي بي اي كده، هي مش موجودة. اخترت ماين هلاقيها في وسطيهم، في وسط التشانلز التانية، يعرض لي معاها الباقيين. ممكن ساعتها اديله قيمة لونية لو حبة، مثلا اي درجة. بس لاحظ معايا هنا اهو، خلينا مثلا في درجة، خلينا حاجة زي كده مثلا. ولكن على الرغم من اني انا شفتها جوه الكالر ويل، انما هي مش معروضة قدامي على الفيور. السبب، السبب لو بصيت كده عندك هيقولك انا عارض لك هنا ال RGBA بس مش اي حاجة تانية. وكمان لو لاحظت هتلاحظ ان في الكونسنت نفسه عارض لي اللون الاخضر بس بدون الباقي. ايه ده ليه يعني؟ المفروض ان التلاتة دول حلوا محل ال RGBA، ومفروض يبقى ليهم وجود. اشمعنى يعني لما بختار ال RGBA ديت الاولانية بتبقى ظاهرة قدامي، ال R للريد
والجرين والبلو واللون الابيض للالفا. ومش بس كده، انت لو اخترت تشانلز سب تشانلز، يعني تشانلز تانية فرعية من هنا، هتبدأ تظهر لها الوان زي الزي ديبس اللي اتكلمنا عنها قبل كده، زي مثلا الفورورد، زي الباكورد، زي الباكورد في، تمام. بعد كده ماين او غيره، ادي ماين ايه اللي احنا كتبناها، ماين بي بقت بالاخضر برضو، كل اللي جاي بعد كده هيبقى بالاخضر. المهم بيبقى ليها رمز لون، تمام. لاحظ كده ان بيبقى من بعد الباكورد كل ده بلون واحد، اما من قبلها كل ده بالوان مختلفة. ماشي، اوكي، خلينا كده في الالفا زي ما كنا. يبقى لما بيتعرض ده هنا بلاقي قدامي الار جي بي بتاعته. تعالى اعرض ماين بتاعتي انا. طب مش عارضها ليه؟ وليه مش عارض لي غير الاخضر؟ ليه التلاتة التانيين مش موجودين؟ لان انت عندك جوه الفيور اصلا ما غيرتش الار جي بي ايه. هتيجي هنا وهتختار برضو ماين عشان الاتنين يبقوا ماشيين مع بعض. كده هيعرض لك نفس اللون بتاع الكالر بتاعك اللي انت اخترته من عندك من هنا، تمام كده. اوكي، وبكده اقدر استخدم التشانلز ديت باني اعدل فيها او اغير فيها زي ما احنا عايزين. جميل، ايه التعديل اللي ممكن نحنا نعمله جوه التشانلز؟ ازاي بعمل editing للتشانلز؟ بعمل editing للتشانلز من خلال ان اي حاجة تعترض مسارها. يعني ايه الكلام ده؟ التشانل بطبيعتها بتبقى ماشية بمسار معين، المسار دوت بيحمل معاه color information معينة، كأنها بالظبط مية ماشية. ففي أثناء مسيرتها ممكن تعترضها حاجات كتير، ممكن يحصلها عمليات تغييرية كتير، هي اللي بتأثر لي أو بتعدل لي في التشانلز دي. زي ايه؟ زي ممكن يحصل لها مثلا بلوكينج. يعني ايه؟ يعني أثناء مسار الكالر انفورميشن ديت أو التشانل ديت يعترضها أي شيء يمنع انها تكمل مسارها ويمسح اي انفورميشن جاية منها بعد كده. يبقى التشانل ست ديت او التشانل دي بتقف عند الجزئية دي وما بتكملش بعد كده، وما بلاقيش اي وجود للتشانل بعد كده، بعد العائق ده. ففي الحالة دي انا بسمي الكلام ده بلوكينج، عائق لها. ممكن يحصل لها ايه كمان في التعديل؟ ممكن يحصل لها حاجة تانية اللي خاصة بالميرجينج. ايه الميرجينج ده؟ يعني الدمج. يبقى عندي اكتر من تشانل، اتنين او اكتر، واخد الاتنين دول وادمجهم مع بعض في تشانل جديدة ببيانات جديدة بانفورميشن جديدة خالص. يبقى two paths بيديني path جديدة خالص. ممكن يحصل لي ايه كمان؟ العكس، يحصل split. يبقى عندي تشانل واحدة ماشية في مسارها عادي ومسكتها وقسمتها الى two sub channels، بقى عندي حاجة اساسي وعندي اتنين فرعي. يبقى ممكن اقسمها وممكن ادمجها. ايه كمان ممكن يحصل؟ حاجة كمان اسمها diverse. بعمل diverse للموفمنت بتاعتها. يعني ايه؟ يعني امسك الدايركشن بتاعها ويتغير. هي بتبقى ماشية بمسار معين وبعد كده ببدأ أغير المسار ده، ممكن المسار يتغير يرجع لها مطرح ما كانت بالظبط لما كانت عليه، اللي بيسميه looping. إذن في أكتر من طريقة في تعديل التشانلز، إما بطريقة البلوكينج أو السبلت إن أنا أقسمها، أو الميرج أدمجها، أو إن أحول مسارها خالص. طيب ما تيجوا نشوف الكلام ده جوه نيويورك. مبدئيا كده تعالوا نشوف حكاية removing او ان احنا نزيل ازاي نودز. ولو ان الكلام ده على فكرة اتقال بشيء كبير جدا من التفصيل في كورس intro
نيوك انترودكشن، ولكن احنا هندي تلميح سريع كده برضو على الموضوع دوت هنا، لكن اللي عايزه اكتر بالتفصيل هيلاقيه في المحاضرة الستة في كورس نيوك انترودكشن. لما هعمل هنا وهبص مثلا على الكونسوننت اللي قدامي دي على سبيل المثال، لما هبص عليها كده، بس معلش نديلها اي لون، مش عاجبني شكلك كده، هنظبطك ونقول مثلا نديلك اي لون زي كده مثلا، وابص كده على التشانلز بتاعتك هنا، الاقي اللي عندي هنا ايه ار جي بي اي والالفا وبقيه التشانلز اللي موجوده العاديه الموجوده هنا جوه الاذر تشانلز، تمام. ولو اخترت اي واحده فيهم هلاقيها تبدا تظهر لي قدامي. طبعا هنا دي مجرد كونسننت فما فيهاش اي تشانلز تانية هتظهر معايا، لكن انا هتعامل مبدئيا مع الاسم مثلا، او بلاش مع الاسم، لا خلينا مع الاسم، هنقول مثلا مع الديفيوز، هي موجودة قدامي اهي، انا عايزة همسح الديفيوز عندي من هنا، انا مش عايزة الديفيوز تبقى موجودة في وسط اللايرز اللي عندي، فهقول له ايه، لا مش دي، مش قاد بقى، هنتعامل هنا مع ريموف، من اسمها باين هتمسح مين يا سيدي، هتعمل ايه، هعمل ريموف، هتشيل كل التشانلز، لا انا هشيل حاجة معينة بس، هشيل الديفيوز وبس. طب وبعدين، ولا قبلين، تعالى كده ندور عليها، طب ما هي ظاهرة اهي، لان عشان انت واقف جواها، نعمل كده ار جي بي ايه ونبص تاني، ندور على الديفيوز، طب ما ظهرت، لو قلنا مثلا صورة زي اللي قدامي ديت EXR وبصيت كده على التشانلز بتاعتها، هلاقي ان جواها الديفيوز والسبيكولر والشادو بتاعها والجلوبال الومنيشن وكمان الامبيانت اكليوجن والديبث، كل ده موجود فيها. طب جميل جدا، تعالوا بقى نمسح حاجة منها، اللي هي اول حاجة هعملها ايه، بلوكينج، هزيل قناة من ضمن القنوات اللي قدامي، channel من ضمن التشانلز اللي عندي، وليكن مثلا خلينا نشيل الديفيوز اللي قدامي دي، لا الديفيوز خلينا كده في الار جي بي، ونقول له هنا ايه ريموف، جوه ريموف ببساطة جديدة بيقول لك انت عايز تشيل مين، عايز اشيل قلنا ايه الديفيوز، كده هي اتشالت من جواها، نعمل له كلوز ونبص كده بصه، هنبص هنلاقيها اختفت من التشانلز اللي قدامي. يبقى ببساطه كده انا قدرت اعمل بالطريقه دي بلوكينج للايه، للديفيوز تشانل، قلت لها خلاص هتقف لحد كده ومش هتبان ليها اي داتا تاني قدامي. طيب دي الطريقه الاولى. تاني حاجه تعالوا ناخدها هي هي، ونقول لها المره دي احنا هنعمل لك ادنج للتشانلز، او بلاش دي، اشتغلنا عليها، نمسك واحده تانية، اد تشانل، ايه اد تشانل دي، من اسمها هتضيف للتشانلز ديت شانل تاني كانت محذوفه، ممكن اضيفها كمان من خلال الالوان اللي هتبان من خلال الالوان اللي تحت هنا، بس اي تشانلز جديده من بره غالبا هتبقى بنفس اللون الاخضر فمش هتبقى باينه بدرجه كبيره، يعني لو عايزينها تبان من هنا يبقى هنختار واحده من ضمن اللي ليها لون، واحنا قبل كده اتفقنا على الالوان اللي بتبقى ظاهره قبل كده، لو فاكرين قلنا قبل كده في الكونسنانت في الجزء ده هنا
ان في لغاية احنا فينا لغاية الفورورد والباكورد دول بيبقوا ظاهرين بألوان مختلفة اهو لغاية الوايت. من بعد اللون الوايت كل الديفيوز واللي بعديه كل التشانلز اللي شفناها دي هتيجي بلون واحد بس اللي هو الأخضر، لكن اللي فوقها خلينا مثلا فورورد هتبدأ تديني ألوان تانية. يعني أقدر من خلال الألوان دي أعرف ايه هي التشانل اللي بتدخل أو أميز إنها ألوان أو تشانلز جديدة مختلفة. طيب جميل، أوكي، وبعدين نضيف لها تشانل زي كده. هنقول ايه التشانل اللي هنضيفها؟ زي ما احنا شايفين قدامنا 4 اختيارات او 8 كمان للتشانلز نضيفها عندي على ال EXR اللي قدامي، اما منها هي او من الاساسيات بتاعت النودز اللي قدامي. تعالوا نضيف من الاساسيات. انا المفروض ما قداميش هنا فورورد او باكورد، هنضيف لها فورورد مثلا، تمام، او نضيف لها فيهم موشن، نضيف لها موشن مثلا، تمام. يبقى كده المتوقع ان الموشن دي هتبقى من ضمن اللايرز الجديدة. تعالوا نبص عليها هنا كده، هتلاقي على فكرة اللون بتاعها مش بيظهر هنا، اللي بيبص ما يبصليش هنا، لا هي موجودة هنا في الجديد ده، فهتلاقي الالوان الجديدة مضافة هنا. طيب تعالوا كده بقى نبص، ادي الموشن اهي، وادي الفورورد والباكورد اللي ايه اللي متضافين من الناحية التانية كده. يبقى قدرت استخدم ال add channels في اني اضيف channels جديدة، اعمل adding ليها. ممكن استخدم واحدة كانت محذوفة او اني اضيف اي نودز تانية كانت موجودة في النود الاصلية. جميل، ايه كمان؟ ممكن اعمل تحويل المسار. فاكرين كلمة تحويل المسار؟ ايه اللي مقصود بتحويل المسار وازاي اقدر اعمل الكلام ده؟ لو انا بصيت هنا في الصورة دي او ال EXR ده للهامر اللي هي كانت الورشة اللي فاتت ديت، هتلاقي عبارة عن ال RGB العادية، وفي منها بعض المسارات الموجودة في ال other layers، تمام. والصورة التانية اللي قدامي دي عبارة عن الامبيانت اكليوجن اللي خاصة بالهامر. طب ماشي، بعدين عايزة انقل الامبيانت اكليوجن ديت للهامر، بس قبل ما يحصل ده او قبل ما اخد التشانل من هنا لهنا عايزة اعرف ايه التشانلز اللي جواها اصلا. ابص كده جواها هلاقي، ابص على الريد ماشي جواها، طب جرين انا بصه هنا ولا لا؟ طيب البلو، طيب الالفا مفيش الفا، يبقى الار جي بي التلاته نفس الداتا هي، يعني ممكن اخد اي واحده من دول، لكن مش هينفع اخد الالفا لان انا ما عنديش اصلا الفا. طيب نبص على التانية اللي هي الاي اكس ار الاصليه، ادي الريد وادي الجرين وادي البلو وادي الالفا، تمام. يبقى هي كده فيها الـ4 channels. نبص بقى في الكابي ايه اللي حصل بالظبط. الكابي نود، الكابي نود اخدنا الجرين بتاعه التشانل الاولى اللي هي الاي، واخدناها نقلناها على الجرين بتاعه او سوري الالفا بتاعه الار جي بي. خدنا الجرين بتاعه دي وحطيناها في الالفا هنا. تعالوا نبص بقى على الالفا هنا بقت عامله ازاي. عشان نقارن، دي الالفا الاصليه ودي الالفا اللي اخدتها من الامبيانت اكليوجن كده. يبقى انا نقلت خدت الداتا ديت حطيتها في الالفا بتاعت التانيه، تمام، جوه الكابي. قلت له انا عايزه منك انت يا ambient occlusion يا رقم ايه، هاخد منك الجرين بتاعك هتحطهولي فين؟ هحطهولك في التاني اللي هو البي جوه الالفا بتاعك كده. انا اخدت channel
من مكان لمكان، من تشانل 6 الى تشانل 6 تانية خالص، وطلعت لي ناتج تاني خالص. هل ده اثر لي على الناتج النهائي؟ لا خالص، ما اثرش عليه. لو انا جيت عنده قلت له دي، ما اثرش على الناتج النهائي تماما، يمكن لانه واقف على الالفا بالظبط. ايه كمان؟ افرض ان انا عايزة اعمل كابي للتشانلز دي بس من صورة لصورة تانية خالص، يعني انا مش عايزة اخد واحدة لواحدة هنا وبس، لا عايزة مثلا اخد اتنين واتنين او تلاتة وواحد. ايه تلاتة وواحد؟ انا عندي ار جي بي اي، عندي ار جي بي اي. افرض انا عايزة اخد الار والجي من صورة والبي والاي من صورة تانية خالص، او تلاتة من صورة والاي من صورة تانية خالص، وهكذا. ده بقى تعمله بالشافل كابي. ازاي يعني؟ الشافل كابي لما تبص عليها كده بيديني اختيارين، بيقول لي ادي يا سيدي الصورة الاولى وادي الصورة التانية، وانا من خلال الحتة دي هطلع لك الناتج النهائي اللي هيتعرض قدامك. ادي الصورة الاولى عندي اللي هي رقم واحد، فين رقم واحد فيهم؟ اهي. ايه رقم واحد ديت؟ رقم واحد لما هبص عليها كده هلاقي هي عبارة عن السبيكولر. السبيكولر ادي الريد والجرين والبلو والالفا بتاعتها. طيب واتنين؟ اتنين دي الصورة العادية، لو بصيت عليها ادي الريد والجرين والبلو والالفا بتاعتها. ايه المطلوب يا سيدي؟ احنا دلوقتي الاول هنا احنا كده ادي الصورة الاولانية وادي الصورة التانية، عايزة اعمل ناتج مختلف ما بين الاتنين. لما ابص هنا هقول له مثلا، تعالى بس بص هنا الاول، هقول له مثلا انا هاخد من الاولاني ده، خلينا كده عشان نبقى شايفين من الاول ومن التاني، هاخد من الاولاني ده اوكي الريد والجرين بتاعه، وهاخد من التاني البلو والالفا بتاعته، هيطلع لي الناتج الغريب اللي احنا شايفينه ده. طب بلاش، خليني هاخد من هنا الريد والجرين، بس هاخد من الناحية التانية البلو. شايفين بيأثر معايا ازاي في الناتج النهائي؟ طب انا هاخد الريد من هنا لكن هاخد الجرين والبلو من هنا، طب انا هاخد التلاتة لكن هاخد الالفا من هنا. الالفا مش مؤثرة للدرجة زي ما احنا قلنا، من القنوات اللي ما بتبانش، مش بتظهر قدامي. يبقى اقدر العب في الحكاية دي بمنتهى البساطة عشان احصل على نتائج مختلفة تماما غير اللي احنا متعودين عليها في الصورة النهائية. لو انا شلت دي كده مثلا وقلت انا هاخدها من هنا، طلعت لي صورة تانية خالص. يبقى بكده قدرت ان انا استخدم الشافل كابي عشان تطلع لي نتيجة غريبة جدا مختلفة عن اللي احنا عايزينها. ممكن كمان اخر حاجة اعمل ايه؟ اعمل السبلت اللي خاص بالتشانلز اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. ايه السبلت ده؟ لو بصيت انا هنا دي الصورة الاساسية او الـ EXR الاساسي اللي اتكلمنا عنه قبل كده، هعمل ايه؟ هاخده هو منه فيه واعمل منه الحركة اللي فاتت دي. يعني ايه؟ يعني لما هفتح للشافل دي هيك كده، او بلاش، تعالوا نعمل واحدة جديدة خالص، شافل، ونركز مع بعض. جوه للشافل هختار اي تشانل فيهم، وليكن diffuse specular الشادو الامبيانت اوكلوجن مثلا، واقول له انت هتطلع لي ايه هنا؟ ده الناتج النهائي. هيطلع لي ايه؟ اقول له طلع لي صورة ار جي بي فيها ايه. هاخد من عندك هنا فيها يا سيدي الريد، فيها الجرين او بلاش الجرين والبلو. شايف بيفرق معايا؟ بلاش ده، الجرين والريد بس مثلا. يبقى بستخدم بالشكل ده في نفس الصورة بس جوه تشانلز بتاعتها،
طريقة تانية خالص، ان انا اشيل من الداتا بتاعتها واقولها اخفي ده واظهري ده. يبقى انا كده بعمل سبلت، بقسمها من جواها منها فيها، بقسم الاربعة الاساسيين بتوعها لنتيجة تانية خالص. بكده نكون قسمنا وعرفنا ازاي نتعامل مع الشانلز او نعدل فيها جوه انيوك. وزي ما قلنا قبل كده نقدر نتعامل مع الموضوع ده بشيء اكبر بالتفصيل من محاضرات انيوك انترودكشن، بس حابين نعمل ريفيجن سريع برضو عن الموضوع دوت علشان تبقى الصورة اوضح بكتير. اتمنى تكون الصورة وضحت، ولو في اي استفسار او اي سؤال يشرفني استمتع باي اسئلتكم واستفساراتكم على الموقع او على المنتدى. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.